كان والدي متقاعد لما أنا ولدت، كان والدي متقاعد من الجيش العسكري يعني، وبدأ في أعمال تجارية حرة، فسلك القطاع الخاص في ذلك الوقت. وولادتي تزامنت مع الطفرة، فكان والدي رغم أنه يعني أغلب الأسر السعودية في ذاك الوقت يعني نالها من خير الطفرة، إلا أنه هو علشان يعني يعزز لدي الثقة بالنفس كان يقول لي أنت وجه الخير. وفعلا في ذيك الفترة كنت أشعر بالسعادة كل مرة يناديني فيها وجه الخير. لكن لو سألني أكثر شيء أثر فيني حقيقة في شخصية والدي، هو عبارة كان دائما يرددها، ويمكن لصغر سني وقتها ما كنت يعني أركز فيها، كان يقول أنتم استثماري، كان يقول أنت استثماري، وكنت كذا أسمعها ويعيدها ويكررها. لكن ما عرفتها إلا بعدين يعني لما كبرنا أنا وأخوتي. كان الوالد عنده كذا تكنيك في التعامل مع التحصيل الدراسي، أجي مثلا سعيدة بنفسي جايبة 9.5 من 10، فأقول له 9.5 من 10، يقول لي رائع، وين راح النص؟ فأنغاض يعني 9.5 يعني خلاص كملت الدرجة، فكان يقول لا وين راح النص، روحي شوفي وين راح النص. لما كبرت بعدين فهمت هو إيش كان قاعد يحاول يسوي، كان قاعد يحاول يقول أنت وصلتي للتسعة ونص خلاص، كيف حتتحدي نفسك أنك حتوصلي للعشرة بعدين؟ طبعا ما يحتاج أقول لك أن اليوم لما أولادي يجيبوا 9.5 أول ردة فعل هي وين راح النص؟ يمكن أصعب مرحلة في حياتي كلها حتى الآن كانت مرض والدي وليس وفاته. والدي أصيب بالزهايمر وهو تقريبا في أواخر 70 أو منتصف 70 من عمره. والدي كان متحدث فصيح وكان مفكر، وكان دائما يعني يحاجنا بالمنطق حتى لما نخطأ يعني، وكان يعني كذا شخصية ديناميكية مؤثرة في حياتنا كلنا. فأصيب بهذا المرض، وأول شيء أصابه فيه المرض هو اللغة، أصابه في مقتل. أصبح إذا بدأ يعني يتكلم، هذه كانت أول أعراض المرض، إذا بدأ يتكلم ما يقدر يكمل الجملة. وكان في البداية ما هو فاهم إيش اللي قاعد يصير فيه، حسب عطاه أكثر من تفسير وإحنا عطيناه أكثر من تفسير. لكن لما تأكد إنه اللي هو فيه هذا هو الألزهايمر، وإن هذا المرض فعلا يعني أصابه في مقتل، صمت والدي، صمت باختياره. كان ممكن يقدر يتكلم، كان ممكن يقدر يتأخر شوي في تطور المرض، لكن اختار أن يصمت. وأذكر مثلا مرة من المرات كانت أظن والدتي جنبه، فكنت أنا متزوجة في بيتي، فدق علي التليفون وقالت لي طلبك، مع أنه كان قليل الكلام يعني صمت. فأخذت السماعة، ما قال ولا كلمة، أسمع بس كنت صوت نفسه، فهمت أن هو يبغى يقول لي أنه تعالي أبغى أشوفك. تقلت العلاقة إلى منحى مختلف تماماً، من الشخص المؤثر إلى الشخص اللي يحتاج الرعاية الأساسية، يحتاج العطف، يحتاج الاهتمام. فهذه لخبطت موازين العلاقة ولخبطتني من جوا، وفي مرحلة من المراحل كسرتني، لأني شعرت أني كنت في كل حياتي أستمد كل شيء منه، ولما هو انكسر أنا انكسرت معه. كنا حرفيا كل يوم نفقد منه جزء، كل يوم يعني نفقد التواصل في شيء معين، لحد ما في الآخر أصبح يعني طريح الفراش، ويعني تقريبا في شبه غيبوبة، وبعدين توفى. لما توفى 9 سنوات من المرض، لما توفى
يعني غمرتنا حالة حزن عظيمة. أتمنى أني أقدر أهمس في إذن والدي، بقول له أنه أولادي يدعو لك في كل صلاة، مع أن ثلاثة منهم ما شافوك، وبنتي ريم تذكرك من كثر ما أنا أحكي لها عنك. فيمكن أبغى أطمنه لو اليوم وقفت على قبره بأنه استثماره ما راح هدر. أوعده أني بكمل، أوعده أني لن أقف إلا إذا أجبرتني الظروف أن أقف، مثل ما هو استمر لحد ما أجبرته الظروف أن يقف. أوعده أني بدور عن النص طول حياتي، وبتحدى نفسي لحد ما أوصل للكمال في كل ما أقوم فيه طول حياتي. هو أمر مستحيل، ولكن لن أقف عن تحدي نفسي، ولن أقف عن التعلم طول حياتي.